ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ثورة 25 يناير كل الشعب المصري قضى 18 يوم ما بين التحرير وما بين مصطفى محمود، وكمان الناس اللي كانت قاعدة في البيت كانت أيام صعبة علينا كلنا. دلوقتي في رواية، يعني في رواية مصورة، أول رواية كوميكس للكبار. الرواية دي صادرة عن دار كوميكس للنشر، وهي أول دار متخصصة بس في الكوميكس للكبار. بيشرفنا الاثنين القائمين على هذا العمل، بيشرفنا حنان الكراكجي والكاتب محمد هشام عبية. صباح الخير ونهاركم سعيد. عايزة أعرف في البداية يعني إيه كوميكس؟ كوميكس هو يعني الفن القصة المصورة، يعني الرواية بتتكتب في شكل سكريبت وبتترسم بقى كادرات متتابعه، يعني بتعبر عن الحدث، وفي بالونات وحوار وكده. الكوميكس دايما بيتهموه ان هو فن غربي، ليه هذا الاتهام؟ هو يعني هو للاسف الفن ده مش مفهوم قوي في العالم العربي، بالذات في مصر، انه شايف ان دايما بيبصوا له على انه فن للاطفال لان في رسومات وكده، ف يعني ميكي بقى وحاجات الحاجات دي. بس هو لا، وفي حاجات برضو بتتعمل للكبار، والموضوع ده منتشر جدا بره. يعني في حاجات معروفه طبعا زي سبايدر مان وسوبر مان والانكريدبلز والحاجات دي كلها، يعني بتخاطب الشباب والتينيجر وكده، وبيقروها برضو الكبار، وبتبقى فيها يعني مشاكل وفيها حاجات بتناقش قضايا. وهو فن برضو يعني سلاح ذو حدين، يعني هو يعني يا يبقى في حاجات ايجابيه او حاجات سلبيه. بس فاحنا للاسف احنا بصين ودايما في مصر انه حاجه يعني غربيه شويه. يعني لانه دايما اتشهر بقى ان هو يعني اتشهر في الحاجات اللي احنا عارفينها الغربيه دي. بس فيعني ما كانش في توجه ان احنا نعمل حاجه زي كده، مع ان في فنانين كتير بيشتغلوا كوميكس في مصر وكده. فللاسف يعني دور النشر ما اهتمتش، كبروا دماغهم وابتدوا يعملوا الحاجات، يدرجموا الحاجات الاجنبي، ومبقاش في انتاج مصري. يعني حد طبعا ما حصل جريده التحرير. استاذ محمد بقى كلمنا عن الكوميكس في جريده التحرير شويه. هو قبل الكوميكس في التحرير في محاولات كتير قبل 18 يوم عشان تطلع عمل كوميكس لكبار. يعني في محاوله شهيره جدا للفنان مجدي الشافعي، هو فنان عظيم وموهوب كثيرا، يعني طلع روايه اسمها مترو. الروايه طلعت في يعني من حوالي 4 أو 5 سنين، وكان فيها انتقاد للوضع السياسي في مصر وهجوم واضح على النظام، حتى ان الروايه تم مصادرتها بعد صدورها بعدد معين من الاسابيع يعني. لكن جريده التحرير اللي انا بعمل فيها يعني هي متبنيه منذ صدورها ان يبقى في توجه نحو نشر فكره الكوميكس ما بين الاوساط العاديه. دايما الجورنال طبعا بيوصل لفئات كتير اكتر من الكتاب، وبيوصل في اماكن ممكن ما يوصلهاش الكتاب. فالكوميكس اللي في التحرير يعني تقريبا الجورنال 16 صفحه على الاقل، في حوالي 4 قصص كوميكس يوميا او 5 باحجام مختلفه بتنشر في الجريده على الصفحات الممتده. يعني يعني ده تبني لفكره نشر ثقافه الكوميكس انه للكبار، وان هو ممكن يكون وسيله للانتقاد، وانه ممكن يكون وسيله لنشر فكره معينه او ثقافه معينه، وانه مش مقتصر فقط على انه قصص للاطفال. لا بالعكس، ده هو ممكن يبقى يكون موجه للكبار، وانه يكون اداه للنقد مهمه جدا وفعاله كمان. بس انا عايز احب اضيف حاجه، يعني هو في فرق ما بين الكوميكس والكاريكاتير. يعني الحاجات اللي هي القصص اللي بتنشرها جريده التحرير جانب من الفن اسمه الكاريكاتير، اللي هو بيعبر عن الاحداث في شكل ساخر شويه. غير الكوميكس. الكوميكس هو فن القصه المصوره، اللي هو الجرافيك نوفل، اللي هي الروايه السرديه، سواء كانت روايه طويله او روايه قصيره، بس بتعبر في شكل كادرات كوميكس، غير الكاريكاتير. يعني هو ده فن وده فن. ممكن اللي في التحرير نسميها قصه كاريكاتير متتابعه، يعني يعني اكتر من كادر بيعبر عن حدث معين، يعني مش كادر كاريكاتير واحد وبيخلص. لا اكتر من كادر، من 4 لـ9 كادرات. فيعني ده ممكن نقول عليه قصه كوميكس قصيره انجاز التعبير يعني. طيب روايه 18 يوم ده مين صاحب فكره تاليف الروايه دي؟ يعني احنا شفنا افلام وشفنا يعني شعر وحاجات كتيره قوي اتعملت عن ثوره 25 يناير، دي اول روايه مصوره اتعملت عن الثوره، عايزين نعرف مين صاحب الفكره. هي الفكرة يعني جاية من نتاج احنا الغلاف معانا. فكرة من نتاج ورشة يعني ما بين يوسف المصري وهاني محمد أصحاب دار النشر. وأنا وحنان، هما كان عندهم فكرة إن احنا نعمل عمل كوميكس عن الثورة.
والفكرة جات لهم مباشرة يمكن في شهر مارس اللي فات، يعني بعد حوالي شهر من سقوط النظام، أو يعني رأس النظام. فكان الفكرة هم طرحوها عليا، وكان موجود حنان، وقررنا نعمل السكريبت لكتابة السيناريو. والفكرة ان احنا انجزنا العمل في 6 شهور من الكتابة والرسم. 6 شهور كان فيهم جلسات مستمرة احنا الـ4، بنطور في فكرة، بنضيف ملمح ما في شخصية معينة. عشان كده العمل واخد روح جماعية، وطلع بالشكل اللي كان مع الناس دلوقتي. ايه اللي اتعمل الاول، الرسم ولا الكتابه ولا كان الاثنين مع بعض، او حاجه بتترسم وبتتكتب بعد الاول بتتكتب وبعدين بتترسم، يعني عملته ازاي العمل ده؟ هو الكتابه طبعا بطبيعه الحال بتبقى الاول، لان الحنان او اي فنان كوميكس بيمشي بشكل اساسي على الخطوط الرئيسيه اللي عملها المؤلف. الاعتبارات الوقت ان احنا كنا عايزين، يعني كنا متحمسين جدا لاكتر من فكره الكوميكس نفسها، وفكره ان الكوميكس ده هيجسد عمل عن الثوره. كنا متحمسين وكنا عايزين العمل يطلع بشكل سريع دون ان يؤثر على جودته يعني. فاشتغلت انا جزء شويه على السكريبت، ممكن تلته مثلا، انتهيت منه. وبعدين حنان بدات تشتغل معايا بالتوازي لغايه ما العمل تم. طبعا الرسم بياخد وقت طويل جدا، وحنان تقول التفاصيل اكتر طبعا مني، لكن المنجز تم في 6 شهور بالشكل اللي خرج ده. ازاي حنان تخيلتي يعني المشاهد بتاعت الرسم اللي رسمتيها في الكتاب؟ ازاي تخيلتي المشهد الرئيس مثلا هو قاعد مع ولاده بيتفرج على الثوره في التلفزيون، ده صوره الغلاف؟ ازاي كنت تقدري تتخيلي الحاجات دي؟ او بالنسبه للصفحات الداخليه، يعني هو طبعا سكريبت لما جه يعني قريته كويس جدا، وابتديت الاول بقى اول حاجه عملتها ان انا نزلت التحرير وصورت المواقع. لا، في حاجات انت ما شفتيهاش. يعني الرئيس مثلا في بيته، ازاي كنت تتخيلي المشاهد دي؟ ده بالنسبه للغلاف. لا، حتى جوه الغلاف يعني، حتى جوه يعني جوه الاحداث. الرئيس في بيته. احنا تخيلنا ده مثلا ممكن يحصل، وجبنا طبعا حاجات بالنسبه للرئيس، يعني تخيلنا احداث افتراضيه، يعني ده ممكن الوضع مثلا يبقى شكله عامل ازاي، يعني كانت كلها حاجات تخيليه يعني. بس حاجه يعني كويس قوي، الناس عندها فضول تعرف ايه اللي كان بيحصل يعني جوه البيت. انتوا دخلتوا الناس يعني تشوف ايه اللي كان بيحصل يعني جوه القصر. جوه القصر هو مش كل الاحداث اللي كانت خياليه، لا، احنا الاحداث اللي هي الخاصه بالمشاعر دي كانت خياليه، لكن الاحداث اللي هي الحقيقيه يعني. لا، انا بتكلم على الحاجات اللي احنا ما شفناهاش، يعني في حاجات كلها اللي كانت في ميدان التحرير دي كل الناس كانت شايفاها، ودي سهله ان هي تتعمل، لكن في حاجات اللي هي ما كانتش متشافه، فدي اللي كانت دي بقى تعتمد على الخيال. ان يعني هو برضو هشام تخيل ايه اللي ممكن مثلا يحصل في الكواليس بناء على حاجات فعلا حصلت يعني، فدعمناها بالرسم بقى، ان احنا تخيلنا ان ممكن ده مثلا هيحصل ايه مثلا في موقف زي ده كده يعني. احنا ما دخلناش قصر جمهوري للاسف قبل كده، بس يعني حنان بقى بخيالها قدرت ترسم بعض التفاصيل من القصر، والمبنى اللي من بره هو اللي كان متاح لينا يعني. لكن بشكل او باخر كان في ممكن تفاصيل اكتر من كده يتم سردها عن اللي حصل جوه القصر الجمهوري، لكن برضو فكره ان احنا انجزنا العمل في وقت شويه مبكر. لكن ما قابلتوش مثلا حد كان من القريبين من النظام السابق وعرفتوا منه مثلا ايه الاحداث اللي كانت بتحصل؟ في بعض المقالات انا استندت ليها في تكوين فكره عن اللي حصل، لكن هي حتى المشكله ان المقالات والكتب دي اللي طلعت ربما تطلع مش بالضروره يبقى عندها الحقيقه المطلقه يعني، مش بالضروره انها بتروي الحقيقه لوجه الله يعني. فيعني كان في حذر في التعامل مع المصادر في الجزئيه دي، ولذلك كان الموضوع كله مزيج ما بين الخيال والواقع. حتى ده مرتبط بالاحداث اللي حصلت في التحرير والابطال الرئيسيين للروايه. يا محمد، خليني اسالك، الغلاف مكتوب عليه سيناريو وحوار مش تاليف، ليه؟ لان حبينا ان احنا يعني برضو نؤسس لفكره ان العمل ده عمل شبه سينمائي، ان هو قايم على فكره تتابع الكادرات، وان دي قصه مصوره يا جماعه. فان قصه مصوره يعني سيناريو وحوار، التاليف بيبقى فيه مساحه تانية غير اللي بيبقى موجود في العمل اللي واخد شكل سينمائي يعني. لكن هو بشكل او اخر تاليف، لكن تحديدا الروايه دي مش تاليف خاص 100% يعني، لان هي مستوحاه من احداث صنعها الشعب المصري كله، احداث مملوكه للجميع. فانا ما استطعش ان انا اقول ان انا مؤلف هذه الاحداث، لكن انا وضعت السيناريو والاحداث اللي حصلت في الصفحات اللي جوه الكتاب ده. بس احنا معانا دلوقتي صور يعني مقتطفات كده من الكتاب. ده البطل الرئيسي يوسف ومريم، دول احد الابطال الرئيسيين، هم بيواجهوا قنابل الغاز في اول يوم او يوم 28 يناير من قوات الشرطه. الاحداث ده ايه؟
ده برضو مشهد يوم 28 يناير بين اشتباكات ما بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وده مشهد يعني أبدعت فيه حنان لحسني مبارك وهو بيتكلم في التليفون مع وزير أحد المسؤولين، يعني مستغرب إن زي ما قفلوش الفيسبوك لغاية دلوقتي، إن هو ده متصور إن هو ده السبب الرئيسي في اللي حصل، هو أحد الأسباب لكن ليس السبب الرئيسي طبعا من طبيعة الحال. يعني ده حدث البلطجية، هم بلطجية ده هجوم بلطجية على البطل والبطلة. طبعا أنا يعني أنا هنا بيبان بقى مساحة الخيال عند الرسام. أنا السيناريو، أنا ككاتب سيناريو بكتب إن فيه هجوم على البلطجية، من البلطجية على الأبطال. هو كان فيه كام بطل في الرواية؟ 4 أبطال أساسيين، اللي هو الشاب، الشابة مسيحية، شابة مسيحية، وشاب عادي، وشاب إخواني، وشاب لما بدأت الثورة جه من بره مصر. دول كانوا المحاور الرئيسية بتاعت الرواية، اللي هي كانت بتحرك الرواية. دول الشخصيات الأساسيين من الميدان. وأصلنا التنوع في ده عشان نقول إن التنوع ده حقيقي، وأنا شخصيا يعني أعرف إن في شخصيات من دي كانت موجودة بالفعل في الميدان، يعني خاصة الشخصية اللي كانت جاية من بره بعد ما الثورة قامت حدث بالفعل، وفي ناس جم من بالفعل عشان يشاركوا يعني. وقصدنا بيها إن الثورة دي مش ثورة المصريين بس كانوا جوه، لأ كانت ثورة كل المصريين، حتى اللي بره مصر، حتى اللي فضل بره واللي منهم فضلوا إن يجي يشارك في الثورة وقتها يعني. لكن انا قصدي على المشهد اللي كان موجود دلوقتي، ان فكره ان حنان بتقدر يعني كفنانه كوميكس ان هي بتقدر تحول مجرد جمله انا كاتبها ان في هجوم من بلطجيه على البطلين الى كادرات متقطعه. ممكن تعمل كلوز بقى على وش واحد، تستخدم تركز على لقطه معينه، هو ده اللي يعني ده اللي بيصنع جمال كمان للفن الكوميكس. يعني ممكن تقدر تحكي عنه يعني، هو مثلا عمل مثلا صفحه يعني جمله، يعني هو فيه هجوم، فانا فردت ده في مثلا في حوالي صفحتين او ثلاثه يعني. ناس بتضرب بعض بقى ومعركه بجد وخناقه يعني، واحد خطف واحده والتاني بيضربه يعني، كان حوار يعني. فبحس ان ده يعني بيبقى فيه يعني الحركه دي بتدي روح قوي للكادرات، بدل ما تبقى كادرات ثابته فكرة فيها حركة. طبعا الحركة دي بتبقى كمان مغرية جدا للعين، وبتدي كده انتعاشة للأحداث يعني. بصراحة ده أكتر حاجة كانت يعني استمتعت في رسمها يعني. ومعنا كمان صور عايزين نتكلم عليها. ده إيه؟ دي لقطات من أول يوم المظاهرات خرجت فيه. هو ده الكادر بتاع المظاهرة، ده اللي هو مجمع فيه ناس كتير، كل فئات الشعب. يعني أنا حاولت إن أنا أجمع كل الناس، يبقى كل الناس موجودين فيه. ودول ابطال الروايه. دول البطلين يوسف ومريم، وفي مشهد تحت ده خروج المساجين، فتح السجون، ده كان برضو من المشاهد اللي بحبها. ومشهد برضو مكتوب في جمله واحده، وهي قدرت ان هي تقطعه على اكتر من كادر. ايه الجمله اللي كانت مكتوبه؟ ان مشهد ان بس يعني المساجين يخرجوا من سجنهم. فهي احيانا بيبقى كاتب السيناريو يعني، او بيبقى انا في دماغي مشهد شكله ازاي، لكن بدي مساحه اكتر للخيال الرسام، وغالبا بيبقى في توافق بما حدث يعني. اوقات الجمل دي مع اوقات الجمل، الاحصنه والخيول والجمال. وده اللي هو لابس نظاره، ده البطل اللي جا من بره مصر وعشان يشارك في المظاهره في الثوره. هو في بعد كده حدث مأساوي، ان هو ده البطل من الابطال مات يعني، قتل في الاحداث دي. حاجه بقى يعني كنا مش عايزين نقولها، بس هي حرقتها، مش مشكله. هنقرا برضه كده، ما تخافش. طيب واحنا بنقرا الكتاب يعني كل الكادرات المرسومه معاها يعني في معاها كلام، قابلنا يعني في سرد للاحداث بدون صور، ده ليه؟ لسببين، او يعني على قد يعني، ان السبب الاولاني ان ده بيحصل، ان مش يعني فكره ان يبقى في روايه مصوره مش بالضروره ان كل الصفحات تبقى مصوره يعني، بس من لازم الصفحه فيها على الاقل كادر او اتنين، وممكن يبقى في مساحه للسرد. ربما يعني هكون شجاع اني اقول حاجه زي كده، ان عامل الوقت برضو كان مخلينا ان احنا محتاجين ننجز العمل في وقت اسرع. فاضطرينا ان احنا يعني نستبدل بعض الكادرات لضيق الوقت بالمساحه السرديه، بس احنا كنا متفقين على ده من البدايه، ان احنا في مشاهد معينه لا يمكن ان نتنازل عنها الا مصوره، وفي بعض المشاهد الثانيه يعني قد نتجاوز عنها وتبقى سرديه بس، مش اكتر ولا اقل. كمان كان في اغنيه للشيخ امام، دي كانت كمان من بصوره ولا كانت من غير صوره؟ كان في صوره صغيره، صفحه وبعدين الاغنيه وجنبها وتحتيها صوره صغيره. ليه استخدمتوا الاغنيه معاكم في
في الكتابة. كان برضو محاولة لان احنا نقول ان دي تسجيل، يعني هي بشكل او باخر الرواية واخدة الطابع التسجيلي اكتر منه يعني طابع الطابع الخيالي. يعني احنا كنا محتاجين نسجل في الرواية عدد اكبر عدد ممكن من الاغنيات او الوسائل اللي الناس استخدمتها للتعبير عن غضبهم او للتعبير حتى عن رغبتهم في التغيير. فكان دي من واحدة اغنية الشيخ امام يا مصر قومي وشد الحيل، واحدة من اكتر الاغنيات اللي تم تداولها في الفترة دي. فاحنا حبينا ان احنا يعني عينينا دايما عن ان بعد سنتين بعد ثلاثة الذاكرة ممكن تنسى كان ايه اللي بيحصل، فقلنا طيب نرصد ان في الفترة دي الناس غنت الاغنية دي فالناس تدور عليها مثلا بعد فترة. يعني كان من ضمن الافكار اللي بنفكر فيها واحنا بنطعم الرواية بالاغنية. هرجع بيكي تاني للغلاف. الغلاف انت استخدمتي مشهد للرئيس السابق ونجلاه وهما بيشاهدوا التلفزيون، ما كانش فيه مشاهد مهمه تاني في الثوره كان ممكن تبقى هي الغلاف؟ بصي، هو بالنسبه للغلاف ده موضوع كبير، يعني احنا خدنا وقت برضه فظيع فيه، عملنا ورشه عمل لوحده كان مع استاذ احمد مراد هو كاتب ومصمم اغلفه. قعدنا وفكرنا هنعمل ايه، يعني فكرنا في افكار كتير جدا جدا وعرضنا حاجات كتير، عملنا سكتشات كتير، بس في الاخر قلنا احنا ليه ما نعملش الثوره من وجهه نظر الكواليس بقى بتاعت الرئيس بقى بتاع حسني مبارك واولاده، هم قاعدين وشايفين الاحداث اللي بتحصل، حاجه مش موجوده جوه الكتاب، مش موجوده ومحدش عارفها. فاحنا تخيلنا ان ده بناء على مصادر بقى عرفناها، يعني انه هو قاعد وبيتفرج هو وعياله وبيشوفه وبقى رياكشن، وطبعا درسنا الرياكشنات بتاعتهم، كل واحد ليه فيه رد فعل وحتى حرق الايد نفسها والقعده نفسها بتنوم على التوتر والترقب يعني فكرنا في كل ده ويعني درسناه قوي وقلنا لازم تبقى كده، يعني الغلاف يبقى كده اهو. بس فانا رسمت الغلاف ولونته كده، ومراد بقى اضاف الاضافات الرائعه يعني عشان الغلاف يطلع زي ما ظهر. يعني كانت محاوله برضو الابتعاد عن الغلاف التقليدي، ان لو كتاب عن الثوره يبقى لازم يبقى مجميع مشهد ثوره من ميدان التحرير، ده الناس كانت تبقى متوقعه كتاب عن الثوره نلاقي بقى ميدان التحرير. ده كان حاولنا نقول يا جماعه لا، الثوره برضو ممكن تشوفها من جوه القصر شكلها ازاي، تعالوا نتفرج. يعني كانت برضو كان الهدف من ورا الموضوع ده. طب كان متوقع ان الكتاب بيكون الوان، ليه فكرت ان هو يبقى ابيض واسود؟ هو بصراحه يا باشا انا فكرت ان نفسنا يبقى الوان، بس هي طبعا المشكله في التكلفه، لان تكلفه الالوان عاليه جدا، واوريدي اصلا يعني تكلفه الغلاف الكتاب الكوميكس تكلفه غير تكلفه الكتاب العادي يعني. فهو الابيض واسود ده هيبقى يعني تكلفته كويسه في نفس الوقت، يعني مبيعاته تبقى في المتناول. وبعدين انا بحس ان هو بيبقى في سمه جماليه عن الفن الملون، يعني الكوميكس الملون نوعا ما، يعني بيبقى في يعني مش عارفه بقى احس ان في جذب اكتر، يعني في حاجه كده، في حاله كده مختلفه يعني. بس ف يعني عشان طيب. كده بقى احنا مش لاحظنا ان ملامح الشخصيات مش ملامح مصريه، يعني هم مصريين بس الملامح في الرسم مش مصريه. ده ايه السبب ده طريقه الكوميكس ولا ليه شكلهم مش مصري؟ هو يعني هو انا بستخدم ستايل المانجا الياباني، فهو دايما الناس معترضه عليا ان انا دايما بستخدم الستايل ده وان شخصياتي ملامحها كده، بس انا يعني شايفه ان احنا كلنا بقينا شبه كل الناس، يعني وارد، يعني البنت ملامحها برضو الشعر المجعد وكده، يعني برضو فيها سمات مصريه، يمكن الولد هو يوسف شويه، بس هو من فئه معينه من الناس اللي هم الشباب اللي هو بيقعد على النت وهو ستايله يعني غربي شويه، فانا كنت عايزه حابه ان انا وفي نفس الوقت انا برضو يعني عملت وشوش مصريه كتير يعني وحبيت ان يكون فيه الستايل اللي هو العادي اللي هو اللي ممكن تلاقيه في الشارع كتير، يعني شكله بس ما تحسش انه مصري قوي يعني، فاهمه؟ يمكن قصة الشعر وكده، بس انا عامه بحب الستايل ده. يعني ده الستايل ده يعني على قد فهمي ان هو اقرب شخصيات لي كانت هنا اتذاعت يعني في التلفزيون كابتن ماجد اظن، ولا مش كابتن ماجد ده الانمي هو الستايل المانجا ده هو يعني اقرب نموذج ليه، عشان يعني البعض ممكن ما يكونش واخد باله ايه الستايل بالظبط، هو ده هو ستايل لكن ليس له علاقه بملامح الشخصيه كونها بقى مصريه او اسيويه، لا هو ستايل في الرسم لكن الشخصيه كانت مصريه 100%. ال 18 يوم اللي كانوا ايام الثوره
كانوا مليانين قصص وحكايات كتيرة جدا. انتوا اعتمدتوا على في الكتاب على فكرة الفلاشات، هل اعتمدتوا على الأحداث المهمة اللي أكتر حاجة الناس ركزت عليها وما يعني وما جبتوش بقية باقي القصص؟ يعني حبيتوا تجيبوا يعني الحاجات اللي كانت راسخة في أذهان الناس، يعني زي موقعة الجمل مثلا، زي فتح السجون، زي الحاجات دي، ولا كان ايه؟ هو الهاجس انا شخصيا الاول، الهاجس الاول كان يعني فكره التسجيليه، ان انا يعني اسجل اكثر المشاهد في الثوره يعني ترسيخا زي ما حضرتك بتقولي كده، تبقى يعني مسجله في شكل مصور. لكن حتى مع جلساتنا مع بعض احنا الاربعه يعني كان لازم، هم اقترحوا ان يبقى لازم يبقى في جانب انساني واضح في القصه، وده اللي تم بالفعل، ان احنا مزجنا بين الاثنين، ان في جانب انساني وفي جانب توثيقي، ربما يكون الجانب التوثيقي اعلى سنه من الجانب الانساني، لكن ده مقصود. ثانيا التفاصيل كتير فعلا في ميدان التحرير، في 100,000 قصه وقصه، ربما احنا في وقت تاني نعمل تفاصيل او قصه اخرى عن الميدان او عن الميادين التانيه اللي في المحافظات، يعني ممكن تعملوا نسخة تانية من وارد الكتاب؟ جدا. مش ممكن ما تبقاش 18 يوم يعني، ممكن تبقى اي قصة تانية يعني مستندة بشكل اساسي لما حدث في ميدان التحرير او في مصر بشكل عام كلها. وتستخدموا برضو الاربع شخصيات لا الاساسية طبعا فيها؟ لا خلاص بقى يعني، هم يعني منهم واحد خلاص ما هي قالت انه ماشي وفي اخرين يعني ربما والله يعني نستلهم شخصية منهم ونكمل يعني، بس الاصل ان ميدان التحرير مليان الاف القصص يعني، احنا ركزنا بس على الجانب ده لان ده توجهنا، لكن متاح طبعا جدا ان احنا نعمل قصص بس والله تبقى حلوه برضو لو استخدمت برضو نفس الاشخاص، تبقى زي بقى الروايات بتاعت زمان وتفضل مكمله او يقابلوا ناس يعني ناخد موضوعات جديده، تبقى حلوه. احنا نعمل سلسله يبقى بطلها شخص واحد يبقى هو يقوم باعمال ما معينه، لكن طبعا الموضوع نفسه بيستغرق وقت طويل جدا في التنفيذ، سواء في الكتابة أو في الرسم أو حتى في الطباعة يعني، فالموضوع هياخد وقت شوية، لكن احنا طموحين لازم طبعا ده. اختياراتنا يعني نبقى مركزين قوي في الاختيارات، لأن احنا برضو مش عايزين بس نعمل حاجة يعني، عايزين برضو نخش المجتمع ونفكر ان احنا نعمل حاجة فيها انتاج يعني، نعمل افكار ايجابية عشان نساعد الشباب، يعني ما يبقاش بس مقتصرين على ان احنا يعني نقف عند ده، لا احنا عايزين نكمل بقى لبعد كده، عايزين نبني البلد، عايزين نوصل افكار كويسه يعني يستلم منها الشباب حاجات يعملوها، حاجات كويسه يعني، حاجات ايجابيه يعني، ما يبقاش فن الكوميكس مقتصر بس على حاجات معينه، او واحنا خلاص عملنا كتاب عن الثوره فخلاص هنقف عند ده، لا احنا عايزين نكمل لما بعد ذلك يعني، عايزين نبني البلد، عايزين نوصل مفاهيم يعني، عايزين العمل ما يكونش مجرد عمل الناس تقراه بس وتستمتع بيه خلاص، لا هم يستفيدوا منه ويعملوا بالزبط. يعني يعملوا بقى لبناء البلد بعدين بالظبط يعني. انا برضو عايز اتكلم عن احنا بنعمل يعني غير الكتاب 18 يوم، احنا برضو حاجات تانية يعني، زي مثلا في حاليا احنا في جروب من الناس فنانين دماغهم حلو قوي، عملوا حاجه اسمها سلسله حكايات الظلام المحظوره، انا كان يسعدني ان انا ابقى ضمن الجروب، ان انا ابقى الرسامه بتاعه السلسله يعني، هي اول سلسله رعب مصريه مصوره، هي مش بس لمجرد الترفيه يعني، احنا برضو عايزين نقدم فكره بشكل غير مباشر يعني، ما نبقاش نقول يلا يا جماعه اشتغلوا يلا يا جماعه اعملوا، لا احنا عايزين نقدم حاجه بشكل ما يعني عشان فكره توصل للناس في العقل الباطن يعني، ان احنا عايزين نعمل تغيير، نوع من التغيير من خلال كوميكس، زي ما بنعمله تغيير من خلال الاغاني، من خلال الشعر، من خلال القصص العاديه الادبيه، احنا برضه عايزين نعمل نستخدم الكوميكس ده كاداه عشان ننهض بالبلد وننهض بالشباب ونقدم حاجه كويسه يعني. طيب العمل ده للكبار بس، معلش انا عارفه وقتنا خلص وطولت عليكم، بس انا عايزه اسالكم سؤال، ما ينفعش نعمل حاجه عن الثوره للاطفال برضو، لان الاطفال عاشوا معانا في الثوره وتاثروا بيها زي ما احنا كلنا تاثرنا بيها، ممكن نعمل عمل كوميكس للاطفال والعمل للثوره؟ وارد جدا، بس العمل يصلح يعني يصلح للكبار والصغار يعني، هو ما فيش فيه محظورات للاطفال انه يقروا، ما فيش فيه قصدي حاجه تبقى مبسطه اكتر للاطفال. وارد جدا جدا وارد جدا نعمل ده، وارد يعني، فكره ان الكوميكس للاطفال دي مش حاجه عيب خالص، ده بالعكس دي حاجه عظيمه، كلنا تربينا على قصص الكوميكس للاطفال يعني، بالعكس احنا ممكن نعمل ده جدا، ويعني اتمنى ان احنا نعمل ده قريبا. وانا عايز اقول برضو ان الاطفال يعني احنا دايما بنبص لهم على ان هم مش هيستوعبوا مثلا حاجه زي كده، لا بالعكس يعني قصدي الكلام يبقى اقل
لان الاطفال مش هيقدروا يقروا مثلا طبعا. عملت لهم حاجه ابسط من كده ممكن هم يبصوا لها بازدراء ان انت يعني. هي دي مرتبطه بسن الطفل يعني. هنتكلم على الطفل ده يعني في سن 6 سنين ولا اكتر 8 سنين يعني يستوعب الحياه ولا يعني ولا لسه محتاج بس ان الرسوم. ايوه انا قصدي مثلا ال6 سنين الثمان سنين اللي هم مش هيقدروا يقروا. طبعا سهله جدا يعني. ما احنا يعني الحاجات دي احنا بنفكر فيها كتير بس هي بقى مشكله في فعلا جهه الانتاج بقى اللي هي تتبنى حاجه زي كده يعني تحس ان الاطفال فعلا الطفل ده يعني حد معانا لازم حد عايش يعني مش مجرد ان احنا نقول له اشرب اللبن يا حبيبي ومش عارف ايه وكده. لا احنا عايزين فعلا نرقب مستوى فكر الاطفال يعني. ويشرب اللبن برضه يعني مفيش مشكله يشرب اللبن طيب الفنانه حنان الكراكجي والكاتب محمد هشام عبايه نورتونا النهارده في نهارك سعيد. بشكركم. شكرا جزيلا. مشاهدينا خلصت فقرتنا دلوقتي بس هيكون في تقرير عن احتفالات محافظه البحر الاحمر بالعيد القومي للمحافظه. اقيمت بمدينه الغردقه احتفاليه كبيره بمناسبه العيد القومي لمحافظه البحر الاحمر. التفاصيل هنلاقيها في التقرير التالي بس تابعونا بعد الفاصل.